اما هلا سلمى بنتقل لمحطتنا التاليه ولمساحتنا الطبيه لليوم. يتوجه الكثير من السيدات هالايام الى وسائل والتقنيات الحديثه لتجميل الوجه، هنيك العديد من العمليات والطرق يوفر الطب التجميل لذلك الغرض، تحديد مثل عمليه رفع وشد الوجه تعمل على ازاله الترهل في انسجه الوجه لاستعاده مظهر الوجه الطبيعي والجميل لاطلاله شبابيه. لنحكي عن هذا الموضوع اكثر معنا الدكتور فارس عبد الرحمن، اختصاصي في جراحه الراس والعنق وامراض الانف والاذن والحنجره. يسعد صباحك. يسعد واهلا وسهلا فيك. شكرا كثير، شكرا للدعوه الكريمه، وانا كثير مبسوط بتواجدي معكم لنحكي عن اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. موضوع شيق جدا وشاغل بال الناس كلها هلا هو أكيد. موضوع التجميل. أكيد. خلينا نبلش مع حضرتك دكتور فارس ونحكي الفرق اليوم بين ما يعرف بعالم التجميل من طرق مؤقتة للتجميل اللي هي ما بيكون فيها تدخل جراحي كبير، وبين الطرق أو الجراحات التجميلية اللي بتدخل في عالم الطب اللي أصبح اليوم عالم واسع أيضا بهذا التدخل الجراحي. هلأ نحن أنت سلطت الضوء على نقطة حلوة كتير، أنه نحن هلأ العلم صار بحرم الجمال. فموضوع التجميل بشكل عام في عنا طرق مؤقتة تعطي نتائج مؤقتة لمدة محدودة، ممكن أشهر، وطرق ممكن تكون دائمة تعيد الشباب لسنوات عديدة لحتى يرجع ينمو الجسم مرة تانية أو الجلد ويعطي نفس المنظر اللي كنا فيه قبل سنوات عديدة. فالطرق المؤقتة هي ممكن تختلف عن الطرق الجراحية، هي عبارة عن حقن مواد مالئة مثل الفيلر وغيره، أو حقن المواد مثل البوتوكس اللي بتشل العضلات وبترخي أماكن اللي بتصير فيها تجاعيد، بالإضافة للمواد النضارة أو حقن المواد اللي مثل البلازما والميزوثيرابي. نحن عندنا كمان الشد بالخيوط. هاي الإجراءات كلها عم تاخد فترات محدودة جدا بين 3 شهور ل 9 شهور حسب طبيعة جسم الشخص، امتصاص للمواد، أو بتتعلق كمان بنوعية المواد إنه إذا جيدة أو مستواها كواليتي عالي أو لا. بالنسبة للطرق الجراحية حاليا صار في تطوير كتير كبير بهاي الطرق، وصار في شغل كتير عليها حتى ببلدان متقدمة، صار في دول صارت عم تشتغل بالتجميل بشكل كتير كبير مثل كوريا، حتى في عنا بريطانيا من قبل، وهلأ كمان كتير في طرق حديثة عم تنشغل بموضوع التجميل. حاليا نحن عم نشتغل بطريقه ما بعرف اذا في حدا ثاني غيرنا بسوريا بيشتغلها، هي شد الوجه باستعمال المناظير. ما بتعطي شقوق كبيره، عباره عن ثقوب صغيره، 5 ثقوب خلف خط الشعر، ندخل مثلا بالكاميرا عبر تروكار احد الثقوب، والادوات بثقوب ثانيه، ومتنقل بين الثقوب لحتى نوصل لأكبر مساحة ممكن أو كل المساحة الممكن اللي نحن بحاجة لشدها، وآخر شيء بنعمل قطب شد للأعلى، وبتكون هاي النتائج دائمة، خاصة أنه بعض المرضى بيعطينا فروقات كبيرة بالنسبة للأعمار. يعني بتشوف المريضة أو المريض صار أصغر بعشر سنين أو 15 سنة. أي طيب ممكن حدا يسأل أنه أي هاي قديش ممكن تطول؟ هاي بتطول أن إحنا النقطة اللي وصلنا لها هلأ، ماشي؟ يعني إذا شاف الشخص صوره من قبل مثلا 10 سنين أو 15 سنة، تمام؟ إنه هلأ صرت أشبه حالي من 10 سنين، فأنت بدك 10 سنين لحتى ترجع للنقطة اللي هلأ عملت فيها العملية. رح أوقف عند هاي النقطة تحديدا دكتور، لأنه فيها جدلية أساسا لما نقول الشخص بحاجة لعملية تجميلية، إمتى أنا بقول إنه فعلا وجه المرأة بده عملية تجميلية والمدة الزمنية؟ يعني دائما بنسمع إنه إذا فيها عملية شد وجه أو عنق لازم تحاولي قد ما فيكي تتأخريها، لأنه قديش تضمني نسبة فعلا نقول دوام هي العملية. هي الجزئية خلينا نفسر أكثر للصبايا والسيدات اللي أساسا بيقول لك متردد، يعني إنه تماما عملية شد وجه، يعني إحنا بنشوف مثلا في حدا عمل عملية شد رقبة بعد فترة بتحس فعليا صار في ترهلات أزود عن ما كانت سابقا، يعني هي المقاويل أو هي فينا نقول فينا يعني نسبة جزئيتها ولا لا؟ تماما. هلا نحن في شغلة إنه كل ما تأخرت موضوع أخرنا عملية موضوع عملية الشد، كل ما أخرنا فكرة إنه ممكن المريض يتعرض لعملية تانية بعمر تماما تاني. صحيح تمام. فنحن وقت نعمل عملية شد وجه لمريض عمره 35 سنة أو مريض عمره 35 سنة،
فممكن بعمر 50 أو 55 تحتاج لعملية تانية، لأنه كمان رح يرجع يصير عندي شيخوخة بالجلد ويصير في عندي ترهل. بالنسبة للفكرة اللي حكيتي عنها بالنسبة للترهل الجلد الرقبي، أو بيكون في عندنا حيثية معينة، هلا آخر شيء ممكن شوي ننصح المرضى ببعض الأمور، حيثية معينة لازم دراسة المريض. يعني وقت نحن بنعمل شد للرقبة كمان بدنا ما ننسى أنه في عندي جزئيات بدنا نراعيها، منها أنه المريضة عم تنحف ولا هذا وزنها. يعني ممكن بعد الشد تعمل حمية قاسية ينزل وزنها، هذا الشيء كمان بيسيء للنتائج. بالإضافة أنه موضوع التجميل بس في التنفير نحن بحاجة لنكمل، يعني صار فيه تهتل شوي بالخدود لازم نرفعه، صار في عندي نحت الفك، الجلد على مستوى الفك، يعني في جزئيات لازم نراعيها أثناء. يعني مو بس أنه والله نحن بس شدينا الجلد وربطنا الأمور، يعني هاي بتصير أسهل الطرق. هلا الفروقات، يعني في شغلة أنا ما حكيت عنها، فروقات بالنسبة للتكاليف، تكاليف الجراحة التجميلية كتير مرتفعة برا. هلا عنا لسه محدودة يعني، وهذا ممكن هذا الشيء اللي بيخلي أحيانا ما تكون العمليات كاملة، لأنه ما عم بياخد حقه الطبيب، أو ما عم تاخد ياخدوا حقه من هيك عمليات. بنفس الوقت المريض متوقع نتائج كتير عالية خلال فترة قصيرة. تماما. طيب دكتور خلينا نسأل كمان، اليوم حضرتك حكيت عن شيء هو شيء كتير مهم نحكي عنه تفصيليا، اللي هي التقنيات اللي أصبحت مستخدمة، يعني عملية شد الوجه أو شد الرقبة بنسمع عنها من زمان كتير. صحيح. وكنا نسمع أنه في أشخاص شدوا وشهم لدرجة ما عاد تقدر تنشد مرة تانية، وهي يعني النوع من مثل ما بيقولوا الإشاعات المضحكة للأطباء لما بيسمعوها. هلأ الواقع العلمي اختلف، ما عادت هاي التقنيات القديمة أو الطرق القديمة اللي كانت يصير فيها هاي العمليات. خلينا نحكي عن هاي التقنيات الحديثة. تماما. هلأ نحن في هلأ أول شيء لازم قبل ما نحكي عن التقنيات، موضوع المريضة لازم يكون في نقاش مع المريضة، تواصل مع المريضة، نفهم هي شو متوقع من النتائج، ونفهم نفهمها نحن شو عنا، شو المستوى اللي رح نوصل له بالنتائج، أو شو ممكن يصير معه. بالنسبة للطرق الحديثة حكينا من شوي عن شد الوجه أو شد الجزء العلوي والأوسط من الوجه باستعمال المناظير، وهي طريقة كتير حديثة وحلوة، ما أنا راضة كتير، بس ممكن المريضة بعد أسبوع ترجع لعشرة أيام، ترجع لعملها، ترجع لطبيعة شغلها كل أريحية، بكون خفت الوزمة، الكدمات اللي صارت. في عندنا تقنيات تانية تتعلق عند كمان عند ما بتصير عندنا في شيخوخة بالجلد، ترهل الوجه من تحت بصير بيعطينا منظر ستاد فيس، الوجه الحزين، تلاقي الشفة نازلة شوي من هون من هون، هذا منظر كتير بيخافوا منه، بيضطروا يحقنوا فيلر. لا، في طرق جراحية حلوة كتير وناعمة، يعني ممكن شق صغير على خط أحمر الشفة عند الزاوية، منوصل للعضلة الدبرسر أنجلاريس اللي هي خافضة لزاوية الشفة، إما منططها أو بنفصلها، وبنرجع بناخد قطب كتير ناعمة. تمام. فبصير عندي في حالة الجمود أو حالة السكون بيعطيني منظر إنه ما عندي الانحناء، بيعطيني منظر إنه المريضة كأنه عم يعني بتبتسم ابتسامة خفيفة، وقت تضحك تعطي ابتسامة حلوة عالية. هي كمان تقنية حلوة. بالنسبة كمان لقلب الشفاه، يعني الشفايف، بالطرق الجراحية في عنا هلأ مثلا طرق تعتمد على شرائح من داخل الشفة ودائمة، تعطيني قلب حلو للشفة من السفلية أو العلوية، تعطي نتائج دائمة ومستمرة. يعني بدل ما أنه نحقن فيلر كل 6 أشهر أو كل 3 أشهر أو كل 9 أشهر حسب طبيعة الجسم، ممكن نلجأ لجراحة بسيطة، ممكن تعمل شوية تورم لمدة أسبوعين، بدها شوية وقت لتاخد نتائج نهائية. طبعا التورم بيكون أعظم بعدين ببلش يخف، تأخذ نتائج جميلة. يعني حتى ما في عندي بعض المريضات ما عاد يضطروا إنه يتعدوا على خط أحمر الشفة بالروج أو بالحمرة. هاي الفكرة اللي حاب أحكي عنها. يعني في كتير تقنيات حاليا، هلأ كوريا كتير عم يشتغلوا على هاي الأمور، حتى في تقنية هلأ ذكرتيني، غير على إنه والله تكبير الشفايف، في تقنية تانية إنه تعتمد على رسم الشفايف بشكل آخر، يعني بتعطينا انحناء تموج بالشفة العلوية وشكل كمان تموج بالشفة السفلية. هي طريقة اسمها بيكيني ستايل، بياخدوا مثل قطعة البيكيني العلوية شريحة من الشفة العلوية من الداخل، ونفس الشيء بتعطيني انحناء بالشفة كتير مرغوبة. وأنا تفاجأت من فترة طلبت مني مريضة أنه أعمل لها نفس الطريقة أو نفس العملية، وعملنا لها إياها، كانت نتيجة كتير حلوة.
في عندنا كمان عمليات تجميل الآن، في عمليات تجميل الصيوان، صيوان الأذن. في أحيانا بيكون في عندي صيوان الأذن كتير فارد، أو بنسميه إحنا ممكن يوصل لمرحلة البروز أو البات إير أذن الخفاش. ففي كمان تقنيات حديثة، في تقنية حلوة كتير اسمها فالنت بلاستي أوتوبلاستي، يعني كمان إنه فينا نحنا أقل رض ممكن، وما بنضطر نحنا لحتى نعمل شقوق كبيرة، نحنا نرجع الانحناء الطبيعي للأذن وبشكل جميل جدا من دون ردود كبيرة. هلا لأنه كمان حسب ما شفت إنه صاروا عم يستعملوا الخيوط بعمليات الأذن، وهي يعني هي غير دائمة. هلا فيني نوه على شغله، هلا في بعض المرضى انه ممكن ما يتقبلوا فكره الجراحه، وهذا حقهم، وهون نلجا للحقن. يعني وما بنقدر نفرض على حدا انه فكره الجراحه، طبعا الجراحه لها اختلاطاتها، يعني مش ما ننفي هذا الشيء، بس دائما نحن بنلجا للطرق الادوم، او السيدات غالبا بدها طريقه انه خلص اعمل شيء بدي زمنية اطول. خليني اسالك دكتور عن الجراحه التجميليه والشد بالخيوط، يعني بنسمع عنها بشكل كثير كبير، بس مثل ما قلت يعني الفتره الدائمه قديش بتكون فتره زمنيه؟ خلينا نحكي عنها اكثر، اثارها التجميليه قديش بتكون راضيه السيده؟ تماما. هلا نحن مجرد انه حكينا عن اي جسم اجنبي ممكن نحن ندخله بالجسم، جسم الانسان، هو له ارتكاسات معينه. على كل حال الخيوط بشكل عام هي ممكن تاخذ فترة زمنية بين 3 إلى 9 أشهر، حسب كمان نوع الخيط، إذا في عندنا مجدول أو غير مجدول، أو حسب نوع. فهلأ الخيوط بشكل عام لا تغني عن الجراحة إذا كان كمية الترهل أو كمية أو مقدار الشيخوخة عند المريضة كبير، فما بتغني عن الجراحة أبدا، وبتكون نتائج محدودة. ممكن أعمال بعض المريضات بمنتصف العمر اللي بلش يظهر عندهم شوية تجاعيد ممكن تستعيض بالخيوط، وهذا الشيء مناسب جدا، بس الأعمار الأكبر ما بظن أنه تكون نتائج الخيوط مرضية للمريضة نفسها. طيب دكتور، بما أنه حضرتك حكيت عن الأعمار وارتباطها بالعمل الجراحي، قبل شوي كنت عم تقول في حدا بعمر 35 ممكن يعمل عملية، ممكن نشهد فعلا حدا بعمر 35 يعمل عملية شد وجه اللي نحن متعودين عليها طبعا فوق الستينات أو بالسبعينات السيدة ممكن تلجأ لها، فممكن هي بهذا العمر تلجأ للخيوط أو لغيرها من الطرق، أنت شو بتفضل اليوم كطبيب يعني؟ تماما. هلأ في فوبيا من موضوع أنه أنا أعمل جراحة تجميلية للوجه، صحيح. أو أعمل جراحة شد وجه، في فوبيا كبيرة. أنا حكيت شغلة، هلأ في عندي مريضة يعني في عندها ترهل واضح، في عندها أول شيء تجاعيد، عمرها 37 سنة، عندها تجاعيد واضحة، يعني عندها واضح أنه أعطي كبر بالعمر، يعني أعطي تقدم بالعمر. هي طبيعة جسمها، يعني طبيعة فينا نقول أو في ناس بنعرف أنه هن بيشيخوا أو بيقولوا وشهم بيبين عليه على بكير. تماما. في عندها الحاجب نازل شوي، يعني بسموه عيون مبطنة، ويعني بتحس حالة بتعاني وقت بتطلع فترة طويلة. فنحن هي عملنا لها بالشد منتصف أو جزء العلوي من الوجه باستعمال المناظير. النتائج كتير حلوة، يعني هلأ فكرة أنه أنت تستعملي المناظر بهيك أمور، ممكن تنزلي الأعمار الأصغر من 40 سنة، ممكن تنزلي فيها وتعطيك نتائج جيدة، وممكن أنت تلجأي بعدين إذا اضطريتي لجراحة تانية ما بتكون راضة مثل الأولى. نحن نعرف الطرق التقليدية هي بيعملوا شق جراحي باي كورونال، يعني بيعملوا شقوق كبيرة كتير بالجلد، وهذا طبعا بيخوف، يعني صراحة أنه بيخوف من الندبة، انه يكون في عندي ندبه كبيره بالمكان. لا، هون ما عندي ندبه، خلف خط الشعر شق صغير بالنص، ماشي، يعني ثقب هو عباره 5 ثقوب. حتى فينا نستعمل هاي التقنيه بتطبيقات اخرى، مثل بعض المرضى مثلا اللي حكينا هلا العيون عندهم عيون مبطنه او بدهم يعملوا شقله خفيفه للعين، مع انه نحن نشد الحاجب نعمل شقله مثلا مثل الكات ايز او الفوكس ايز، فينا نعملها باستعمال مناظر. انا كونه المنطقه كلها عندي مكشوفه، يعني وقت انا بدخل بكاميرا وعندي الادوات عندي قدامي، فانا عم برفع الجلد عن العظم كل المحلات، فعندي صار المنطقه مكشوفه. حددت مكان التجاعيد، ماشي، عملت شق صغير بالمشرط بالمكان نفسه، حررته، تحرر معي، فوقت شديت كله انشد معي. فممكن وصل انا لزاويه العين. طبعا بدها شويه خبره بموضوع التشريح، كونه في عناصر مهمه موجوده مشان ما يصير في ضرر بعدين، ولا هو كله مبين، يعني وقت احنا كله على الشاشه مبين،
يعني إذا في عندي وعاء صغير أو كبير كلهم بأي وقت أنا بفصل الجلد عن العظم كله واضح قدامي، فممكن أنا أشوف النتائج فورا بلحظة العملية والمريضة بتشوفها فورا. نحن طبعا بنحط ضماد رباط ضاغط بعد كم يوم منشيله بتحس بالفروقات فورا. أكيد دكتور بدنا نشكرك على وجودك معنا، وحاولنا يمكن نستفسر عن كل التفاصيل اللي بتهم الصبايا والسيدات، لأنه عم نشوف قديش عالم التجميل اليوم متطور وفي تطور بشكل كتير كبير، ومثل ما قلت بسوريا إحنا عم نواكبه كمان بشكل كبير. شكرا كتير لك. كل الشكر لكم. شكرا كتير. شكرا لك دكتور لكل المعلومات اللي قدمتها. كل الشكر.